السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للأول من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم. رئيس الوزراء: رعاه الله، خطواتنا يجب أن تكون مدروسة لاستمرار النجاح في مواجهة فيروس كورونا. الشؤون الإسلامية تدعو إلى الالتزام بتعليمات صلاة الجمعة. وزير التربية لصحيفة أخبار الخليج: عودة المعلمين والطلبة إلى المدارس في 16 من شهر سبتمبر. مركز جو وفر 40 استشارة طبية عن بعد للنزلاء خلال 20 يوما. وإلى صحيفة البلاد والتي أبرزت: سمو رئيس الوزراء رعاه الله، تطوير قطاع النفط بالتوازي مع تنويع الدخل، تحذيرات للبنوك من أنشطة مالية إجرامية. وإلى صحيفة الأيام والتي أبرزت لهذا اليوم: 4 وفيات في 24 ساعة وأعلى حصيلة للإصابات. نواب: الاستمرار في مقاطعة النظام القطري لمنع الإرهاب. إدامة: إغلاق شاطئ بلاج الجزائر مؤقتا. بورصة البحرين تطلق خدمة مرابحة للشركات والبنوك. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت: نهرة، سحب أدوية سكر لاحتوائها شوائب مسرطنة. الشباب والرياضة لصحيفة الوطن: برامج مشابهة لمدينة الشباب بالصيف إلكترونيا. انتهاء تطوير الحديقة المائية في شهر أغسطس المقبل. تغيير في خدمات النقل العام. نبدأ الجولة الصحفية في هذا الصباح مشاهدينا مع صحيفة أخبار الخليج التي نشرت أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر رعاه الله نوه إلى أهمية أن يلتزم الجميع باتباع التوجيهات والاشتراطات التي وضعتها الجهات الرسمية، لا سيما وأن العالم بدأ انفتاحا تدريجيا لاستمرار دوران عجلة الحياة، وهو ما يتطلب أن تكون كل خطواتنا مدروسة وأكثر حذرا من أجل استمرار النجاح الذي تحقق في مواجهة هذا التحدي. سجلت مملكة البحرين يوم أمس رقما قياسيا جديدا للحالات المتعافية، حيث نشرت صحيفة الأيام أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 857 حالة تعاف بمملكة البحرين، بالإضافة إلى تسجيل أعلى حصيلة للإصابات ب 605 حالات. على خلفية عدم التزام مرتادي شاطئ بلاج الجزائر خلال عطلة عيد الفطر المبارك بالقواعد الخاصة بسلامة مرتادي الشاطئ وبالتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات الرسمية، نشرت صحيفة الأيام أن إدامة، الذراع العقاري لشركة ممتلكات، قررت في اجتماع عقد يوم أمس بحضور ممثلين عن مديرية أمن المحافظة الجنوبية بإغلاق شاطئ بلاج الجزائر مؤقتا وحتى إشعار آخر. ماذا حصل لنا خلال 24 ساعة؟ بهذا السؤال كتب فيصل الشيخ مقاله في صحيفة الوطن، فإلى سطور هذا المقال. الدولة في جانب تمضي لتعزيز إجراءاتها والاستمرار في فحوصها الطبية التي وصلت تكلفتها إلى قرابة 68 مليون دينار، نعم مبلغ كبير جدا، معني بإجراءات احترازية لحماية الناس، لكن يقابل هذا خفوت لدرجة الوعي لدى شرائح عديدة رغم وجود بشر ملتزمين بالضوابط. خلال أقل من 24 ساعة
تفاجأنا بتجمعات بشرية كبيرة على ساحل بلاد الجزائر، رغم تنبيهات والتأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، الأمر الذي اضطر للتدخل السريع واتخاذ إجراءات لوقف هذا الاستهتار. هذه الأرقام وهذه الحالات تكشف عن عدم التزام بالضوابط، ما قد تعرقل عملية العودة للحياة تدريجياً، لأن العودة ليست معنية فقط بموعد إعلانها أو بتواقيت زمنية لتخفيف القيود، بل معنية بتجديد الالتزام من قبل الأفراد أنفسهم، إذ الحذر يجب أن يتضاعف وتطبيق التعليمات والإجراءات يجب أن يكون جاداً. نشرت صحيفة الأيام أن الدكتور نبيل أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كشف بأنه تقرر اعتباراً من يوم أمس فتح سوق السمك في مرفأ الحد يومياً من الساعة 8 صباحاً ولغاية 6 مساءً، وذلك لتفادي الاكتظاظ حرصاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا. لفتت صحيفة الوطن بأن اختصاصية أنشطة وبرامج أول في وزارة الشباب والرياضة خالد جناحي كشف عن طرح برامج خلال فترة الصيف، والتي تأتي مقاربة لفكرة مدينة الشباب ولكن بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور الشخصي، مع استمرار البرامج التدريبية عن بعد. ومن الصفحة الاقتصادية لصحيفة البلاد نقرأ أن مصرف البحرين المركزي أصدر توجيهات للبنوك والمؤسسات المالية من إمكانية زيادة الأنشطة الإجرامية من قبل مجرمين والمتعلقة بالنشاط المالي والمصرفي نتيجة الظروف الاستثنائية. يومياتنا بعد كورونا، عنوان مقال للكاتبة وجدان فهد قامت بنشره صحيفة أخبار الخليج، فإلى هذا المقال. يومياتنا لن تعود كما كانت قبل كورونا، فبمجرد التفكير في أن تمد يدك للمصافحة على الآخر قد تتحول في رهبتها إلى أشبه بحركة أن تمد سلاحا بيولوجيا في وجهه. أما وجودنا وسلوكنا العام فسيتغير تماما. إن تنقلاتنا وسفرنا إلى مختلف الوجهات لن تكون ثقتنا فيها كما كانت قبل كورونا، والقليل منا سوف يثق بإجراءات تعقيم الغرف في الفنادق، وهذا يؤدي إلى انهيار اقتصاد السياحة والسفر والضيافة. أما عن الدراسة النظامية والاجتماعات الرسمية وممارسة العمل الإداري في البيئات الواقعية ستنافسها بشراسة البيئات الافتراضية، بعد أن نجحت تطبيقات كثيرة في سد الفجوة مثل تطبيق زوم، فسوف تتزايد هذه النوعية من التطبيقات التي تحض على التباعد. وعن الصناعات سنشهد تعاظم قدرات شركات الأدوية في صناعة المطهرات والأقنعة والكمامات والقفازات، وستتضاعف الميزانية المخصصة لأبحاث اللقاحات والأدوية المعالجة للفيروس وتبعاته. إن ممارسات وسلوكيات يومياتنا في فترة كورونا لن تنتهي بانتهاء الفيروس، ستبقى معنا لفترة ليصبح عالم ما بعد كورونا غير عالم ما قبله. نشرت صحيفة الأيام قول وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري أن قطاع الفندقة يعتبر من أكثر القطاعات المتضررة بسبب جائحة كورونا، مؤكدا سعي الوزارة في الحفاظ على بقاء الموظفين البحرينيين في هذا القطاع. تزامناً مع موعد فتح المساجد وانطلاقاً من مسؤوليته الشرعية والوطنية، لفتت صحيفة الوطن بأن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الطبية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا والتعاون مع الجهات المعنية.
أشارت صحيفة أخبار الخليج بأن لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أشادت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية للتصدي لفيروس كورونا والمتعلقة بتقديم الاستشارات الطبية والعلاج في مركز سجن جو. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب عبدالله الأيوبي بعنوان تجربة البحرين الناجحة مع فيروس كورونا، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. في أي نظام صحي لا يمكن أن يتحقق معه النجاح ما لم تكن هناك إدارة كفوءة قادرة على استغلال والاستفادة من الإمكانيات المادية المتطورة والمتوافرة لدى الدولة. تجربة البحرين الناجحة في التعامل مع جائحة كورونا حظي باهتمام واعتراف مختلف المؤسسات الدولية وتقديرها على رأسها منظمة الصحة العالمية. البحرين في سعيها وجهودها في التصدي لجائحة كورونا تحولت بالفعل إلى فريق عمل واحد على المستويين الرسمي والأهلي، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى مستوى الوعي المتقدم الذي يمتاز به شعب البحرين. هذه تجربة نجاح جديدة تضاف إلى التجارب العديدة وفي ميادين مختلفة التي سجلتها البحرين على طريق البناء والتنمية المتعددة الاتجاهات. هذا وأعلن الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن عن إعادة فتح أبواب المسجد النبوي الشريف لاستقبال المصلين ابتداء من صلاة فجر يوم أمس الأحد. هذا ورصدت وكالة الأنباء السعودية عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة في المسجد النبوي. هذا ونشرت صحيفة الوطن صورة لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى في فجر يوم الأحد، وذلك بعد إغلاق استمر لنحو شهرين بسبب فيروس كورونا، حيث سمح للمصلين الذين وضعوا الكمامات بدخول المسجد لأداء الصلاة. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.